اخوان نشارك معكم واحد الخير، اللهم بارك الاخوان تبارك الله. الخير هذا مبيوع الاخوان الله يسلمونها، تباع ب 70 درهم تبارك الله، اللهم بارك كما كتشوف. الشراء ديريكت الاخوان راه من الجنان المولاه الاخوان، الشراء من حنا ما كنمشيو للسوق ما حتى حاجه، السوق اغلبيه قليل يعني، كنمشيو حنا للجنان الحمد لله، كنقعدو من الجنان وكلشي على حق ورق تبارك الله الاخوان. واليوم اخوان راه غنشارك معكم شي معلومات باش الناس تستافد. بالنسبه للزيتون الاخوان راه كاين من 10 دراهم حتى 12 درهم، اما بالنسبه للمعطى راه كاينه من 10 حتى 14، بالنسبه للمعطى من 10 حتى 14، وبالنسبه للزيتون راه كاينه 12 درهم حتى من 10 درهم حتى 12 درهم. تبارك الله، تحيه ليكم وكون شكركم. يلا اخوان بقوا معايا نوريكم شي مراحل ديال المعصره، بدات اول يوم ليها. تبارك الله عليكم وتحيه ليكم، ومشوية باطي الاخوان الخير نبيع الله يسهل عليه. واللي بغى شي حاجه راه مرحبا، راه النمره كاينه، اللي بغى هادشي مرحبا، اللي بغى الزيت مرحبا، اللي بغى الزيت المرقد مرحبا. السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحيه ليكم وتحيه جميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم الاخوان اول نهار يوم في المعصره. بالنسبه للعصر الاخوان راه بدات الحمد لله، بدا العصر اليوم، اول يوم هو يوم السبت الاخوان. تبارك الله، اليوم جينا الاخوان باش نوريكم المراحل ديال العصر الاخوان، نوريكم النقاط تبارك الله ديال المعصره اللي حنا كنتواجدوا فيها الاخوان. اللهم بارك ونشكركم على الدعم ديالكم، اللايكات الاخوان، على الكومونتيرات الزوينين الاخوان، وتحيه ليكم. ونتمنى الاخوان تعاونوا بشي لايك للفيديو، شي كومونتير اللي كان يكون زوين الاخوان، وشي مشاركه مع الاخوان ديالكم. هادشي كديروا معنا الاخوان الخير منكم، ومشوا على بركه الله. واللي بغى شي حاجه مرحبا الاخوان، على الراس والعين كما العاده الاخوان، راك عارفين من العام اللي فات الناس راك يعرفونا، كاين المصداقيه الاخوان اول حاجه. وبالنسبه للمعصره راه كاين نقا، يعني كنمشيو للمعصره اللي كنصوروا فيها واللي كنخدموا معاها، يعني تبارك الله اللهم بارك، معصره نقيه الاخوان فيها كلشي المسائل يعني حديثه الاخوان. الناس اللي كيستولوا الاخوان تبارك الله، راه المعصره راه تقليديه، وكنصحش الاخوان بالنسبه ديال الضوء هذيك ما ننصح بها حتى شي واحد. ونمشيو على بركه الله ندخلوا للمعصره الداخله الاخوان، تشوفوا النقا وتشوفوا كيفاش الطريقه ديال العصر داكشي، يعني على حق وطريق الاخوان. ونمشيو على بركه الله الاخوان، اللهم بارك. كما قلنا الاخوان، هاد الناس هادو الله عمر هذا صراحه معصره يعني نقيه، يعني ودار واحد الحاجه اخرى محاش يديرها شي واحد الاخوان. بالنسبه هذه سلعتهم الاخوان، هذه السلعه ديالهم، السلعه ديالهم باغي يدوزوها هي الاولى، باش الاخوان المساور ومسائل كتشرب السلعه ديالهم باش الناس ما تضيعش، اول حاجه هذه. والاخوان باش نمشيو ندخلوا لداخل نشوفوا كيفاش العمليه، ونشوفوا الشيء التقليدي الاخوان، ونشوفوا المراحل، ونشوفوا يلا على بركه الله. ونمشيوا الاخوان، وكنشكركم على المشاهده الاخوان، على اللايكات اللي كتعملوا معنا. راك عارفين الاخوان راه كاين الثقه الاخوان بيناتنا، والناس ديال العام اللي فات رانا باقي الان كيصاولوا، كنقول لهم مازال الاخوان نهار يبدا راه مرحبا. اليوم هو اول نهار الاخوان بالنسبه لعمليه العصر، هو اول نهار. ونمشيو على بركه الله ندخلوا نشوفوا المعصر كيفاش المسائل ديالها. اخوان اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك. انتم الاخوان هي عمليه الطحن كيبدا الاخوان، وغيشرح لنا خويا عبد الرحيم داكشي بالتفصيل الاخوان، اللهم بارك. سي عبد الرحيم تحياتي ليك، الله يكبر بك. كي داير؟ تهاني الله يحفظك. تحيه للجميع كاملين من داخل ابو نصر الوطن. كما كتشوفوا الاخوان كانت المغيره بدات المعصره يوم اول نهار. قلنا هذا ديال يوم المعصره، يوم المعصره شوف المصور باقي مصور جداد. غندوي عليك مساله، كل مساله غندوي عليها يعني غنعم بشكل وراء الشيء بلدي، يعني تقليدي تقليدي تقليدي. الناس اللي كيتسولوا على التقليدي يا اخوان، هانتوما تبارك الله تقليدي بلدي. وسميته بشحال هكا تبغي تطحن؟ خاصو 45 دقيقة باش تطحن مزيان، وباش تاخذ وقته. شوف دابا تسال في الشارع ما غاديش تطحن مزيان، ما غاديش تعكس الزيت، وباش الكمية ما غتكونش مزيان. هذاك الشيء اللي كاين اخويا عبد الرحيم، خلو 45 دقيقة تيطحن، وحنا ما كنعرفوش ان شاء الله. اخوان اللي بغى شي حاجة مرحبا به، مرحبا بجميع اللي بغى شي حاجة، أي حاجة مرحبا. النمرة غنخليها ديالك هنا، بالنسبة للنمرة ديالي الاخوان غنخليها هنا، اللي بغى مرحبا. الاخوان واحد القضية غندوي عليها، غندوي عليها اخويا عبد الرحيم، وغندوي عليها انا. بالنسبة انتم الاخوان التقليدي كما قال، وكيولا لاحظتوا كاين ثلاث حجرات، بس كاين رجال اللي كاين رجال، ثلاث حاجات اللي كاين اخويا عبد الرحيم. ثلاث حجر الاخوان باش تطحن داك الشيء مزيان، وانتم الخير تبارك الله اللهم بارك. كتطحن مزال كتطحن مزيان كما قلت لكم. دابا غنوريكم المرحله الاخرى ديال النقا والمصاور ديالهم والطبوبه كما نقولوا للناس، باش عارف داك الشيء باقي جديد ونقي. يلا على بركه الله ندوزو للاتجاه الاخر الاخوان. سي عبد الرحيم واحد دقيقه، واحد دقيقه ونسولك اخويا عبد الرحيم. الناس دابا شحال من كومونتير، الناس كيعيطوا ليا، الناس كيعيطوا ليا الكومونتيرات، كيسولوني على الغلاء، يمكن العام كاين الغلاء بزاف.
من الشحن الذكي يقول لك كاين الغلا وهاد الزياده الشيء كيفك باش تشرح للناس كاينين باش لو صوت يشري المويه كاين كي بوز ما يكونش عندنا سيو الحمد لله شنو الناس سالو شغال ملي كتا كيكونوا عند السوق شغال دابا بالنسبه للاخوان باش يساعدك ما طرحش اللي بيقول قال لكم بالنسبه اللي كيغلى السوق راه هما الحريفيه اللي كيبقى يشرو بالصندوق قلت لك بجوج ثلاثه هما اللي كيغلوا السوق كيشرو بحال الثمن وكيعاودوا يبدلوا في البيع هادشي اللي كاين بالنسبه لك عبد الرحيم كتشري بحال بحالهم ولا كتشري؟ لا كتشري عندك كليان ديالك حنا عارفين العام اللي فات عندك كليان الجنان هو الحمد لله انت السلعه كتشريها من ديال دي البلاد يعني الناس كيقول لك هذه معها نقطه زوينه الناس اللي كيتشكي قلنا ما كان المعطى ما تبيع ما تشري معاه هذه مزيانه وتسي تعامل معاه والله يسر اخو عبد الرحيم الله يسر كما سمعت اخويا الاخوان بس عبد الرحيم قال لكم الناس اللي مغلين السوق راه هما دوك الحريفيه اللي كيدوروا في السوق كيبقى يشريو الزيتون مع الفلاحه هما اللي كيغلوا شويه كيدير تو مراسيبهم اما الاخوان حنا راه الحمد لله راه كنمشيو للجنان ناخذوا الغرض من الجنان باش الناس تستافد وما يكون شويه الغلا على بدات شويه الربح ديالك اللهم انت ماشي كلشي يدير الربح اللهم بارك اخوان وتحيه لكم ومشيو نشوفوا الاخوان في اتجاه اخر كما قلنا ولا على بركه الله شوفوا الاخوان شوفوا المصاور ومسائل يلا مرحله بالمرحله يلا تحيه اخو عبد الرحيم الاخوان اليوم راه اول نهار كما قلنا تبارك الله كل شيء باقي نقي كل شيء باقي جديد كل عام الاخوان راه كيتبدل هذا الشيء يعني ما كيبقاش هو كيتبدل انتم الاخوان راه النقا تبارك الله راه كاين كما كتشوفوا يعني الشيء نقي على حق وطريقه الناس اللي كتسول عن النقا بالنسبه للنقا راه كاين تبارك الله انت الشيء باقي جديد هادشي الفيديو اللي سبق الاخوان راه شتو كان كيترقى هذا الشيء باش يرطاب وراه كل عام كيبدلوا هادو جداد باش الناس كاين الناس اللي كيقول لك لا باغي النقا وراه مزيان النقا وبالنسبه لهادو الاخوان راه قلت لك سلعته بغي يدوزها هو الاول سلعته هي الاولى الاخوان باش تشرب هاد السلعه هادي هادو يشربوا باش السيد تعطيه داك الشيء على حق وطريق تبارك الله اللهم بارك وندور الاخوان على المباشر باش الناس تعرف النقا اللي كاين انتم الاخوان شي باقي جديد تبارك الله اللهم بارك تقريبا عاد تقريبا هاد المعصره عاد دابا شي حاليا شي 3 سنين وراه مهارلين تبارك الله ولا 4 سنين تقريبا انا ما عرفت بالضبط انا خدمت معها دابا عامين وهذا هو الثالث عام الاخوان خدمت معها وراه كاين نقا تبارك الله اللهم بارك خدمت معها 3 سنين والثقه تبارك الله اللهم بارك انتم الاخوان كل شيء نقي تبارك الله كل شيء هادشي عصري بالنسبه للحجره راه تقليديه الاخوان تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا انتم الاخوان تبارك الله شوفوا مرحله مرحله الاخوان هذه اللي ما كنصحش بها الناس هي التصفيه صفي بها ديريكس داكشي الاخراني ماشي مشكل اللي كيبقى اما تصفي كلشي راه لا الاخوان هذه غيتسمولها غيتكرفس يعني الزيت غيجرى شي لا حوايج هذه كمعلومه الاخوان نزيدكم الاخوان الحاجه الاخرى الاخوان تبارك الله هذه كنعمروا بها الزيت كنعمروا بها الزيت الاخوان البومبا ديال الزيت كنعمروا بها تبارك الله باش يكون شويه النقا يعني كدير غير تيو كتبرك على هذه باش كتخرج الزيت الاخوان تبارك الله وبالنسبه للبرام الاخوان راهم تبارك الله كل شيء مغسول كل شيء نقي تبارك الله هنا كترقى كتحط الزيتون المرجان والزيت الاخوان كيبقى يتصفى على حق وطريقه وخاصه الاخوان اللي كانت كتسول 12 ساعه باش يتصفى على خاطره يتصفى على خاطره باش يكون الشيء على حق وطريقه الاخوان تبارك الله الله يبارك تحيه لكم وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن اللهم بارك تبارك الله كما كتشوفوا هذا الشيء تبارك الله على حق وطريقه وبقوا معي الاخوان كتكمل عمليه الطحن باش ندوزوا للمسائل العصر والمسائل الاخرى الاخوان كما كتشوفوا